الجزائر In this meeting as well لطلب عقد هذا الاجتماع وكذلك الأعضاء الذين دعموا عقد هذا الاجتماع. نشكر أيضا السيدة دي كارلو على إحاطتها. السيد الرئيس أعضاء المجلس المقرين، طلبنا عقد هذا الاجتماع الطارئ ونحضره لكي نتناول مسألة هامة للغاية تهدد السلم والأمن الدوليين وتعد تحديا أمام مبادئ التي تأسس عليها هذا المجلس وهذه المنظمة. قد خاطبناكم في رسالة اليوم السيد الرئيس، حيث تم اغتيال السيد إسماعيل هنية رئيس حركة حماس، وهو مدافع عن حق الفلسطينيين المشروع في تقرير مصير، وذلك بسبب إرهاب عدواني من قبل النظام الصهيوني الإسرائيلي. السيد هنية، والذي كان في طهران بناء على دعوة رسمية من حكومة جمهورية إيران الإسلامية لكي يحضر حفل التنصيب للرئيس الجديد لجمهورية إيران الإسلامية بحضور قادة الكثير من البلدان، قد استهدف إضافة إلى مرافقه في مقر إقامته في طهران اليوم في تمام 2 صباحا بالتوقيت المحلي. هذا العمل الإرهابي هو مجرد مظهر آخر من مظاهر نمط الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل منذ عقود من الزمن، والذي يستهدف الفلسطينيين وغيرهم من المؤيدين والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. بالإضافة إلى أهدافه الإرهابية، كانت إسرائيل تسعى أيضا إلى تحقيق هدف سياسي من خلال العمل يهدف إلى تعطيل اليوم الأول لعمل حكومة جمهورية إيران الإسلامية الجديدة، والتي أعطت الأولوية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون والمشاركة البناءة مع المجتمع الدولي. تدين جمهورية إيران الإسلامية بأشد العبارات الممكنة هذا العمل الإرهابي الفظيع بوصفه أخطر انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكذلك انتهاك خطير لسيادة إيران وأمنها القومي. هذا العمل الإرهابي العدواني بقدر ما هو استفزازي يشكل انتهاكا خطيرا للسلم والأمن، ويتطلب إجراء فوريا وفعالا من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اطلاعه بمسؤولياته بموجب الميثاق. إن هذه الجريمة ليست معزولة، بل هي جزء من نمط أوسع من الأعمال والسياسات العدوانية التي يقوم بها النظام الإسرائيلي ضد الأمم الأخرى في المنطقة. وقبل ساعات من هذه الجريمة النكراء، نفذ هذا النظام هجمات إرهابية جبانة في الضاحية الجنوبية لبيروت لبنان، استهدفت المدنيين والبنى التحتية المدنية. لقد أظهر القادة المروجون للحرب في هذا النظام القاسي استخفافا كاملا بالمعايير والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتكشف جرائمهم عن عدم التزام بالسلام والاستقرار في المنطقة، وتشير إلى وجود نية لتسعيد النزاع وتوسيع نطاق الحرب في المنطقة برمتها. إن مسؤولية الولايات المتحدة بوصفها الحليف الاستراتيجي والدعم الرئيسي للنظام الإسرائيلي في المنطقة لا يمكن إغفالها في هذه الجريمة المروعة. ولم يكن ممكن أن يحدث هذا التصرف دون إذن ودعم استخباراتي من الولايات المتحدة. إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد السلام والاستقرار في المنطقة، ولا يمكن للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يظل غير مكترث وغير مبالٍ بمثل هذه الجرائم البشعة، ويجب أن يتخذ إجراءات حاسمة للتصدي لهذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. سيد الرئيس، إن الهجمات المستمرة والممنهجة على المدنيين الفلسطينيين في غزة التي تتسم باستخدام القوة بشكل غير متناسب والاستهداف عشوائي قد أسفرت عن خسائر مأساوية في الأرواح وتدمير واسع النطاق وأزمات إنسانية متفاقمة. هذه الأعمال
التي كثيرا ما تستهدف البنى التحتيه المدنيه والمناطق السكنيه والمرافق الطبيه. لا تنتهك القانون الانساني الدولي فحسب، بل تشكل ايضا جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف. للأسف إن تقاعس مجلس الأمن وعجزه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة قد أكد لهذا النظام القائم أنه يمكن أن يواصل ارتكاب جرائم حرب ضد شعب فلسطين المقهور وأن يواصل أعمال العدوان ضد الأمم الأخرى في المنطقة. إن جمهورية إيران الإسلامية قد حذرت مرارا وتكرارا من التداعيات الخطيرة للأنشطة الخبيثة لنظام الاحتلال الإسرائيلي على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وعلى الرغم من هذه الاستفزازات، مارست إيران دائما أقصى درجات ضبط النفس. وفي عقاب الهجوم الإرهابي والمسلح الجبان الذي شنه النظام الإسرائيلي على مقرات دبلوماسيتنا في دمشق سوريا في الأول من نيسان إبريل، أبلغنا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة على وجه السرعة بهذا التصرف الإسرائيلي غير المشروع وغير القانوني دوليا، ودعونا مجلس الأمن إلى إدانة هذا العمل الإجرامي الإرهابي غير المبرر، إدانة قاطعة واتخاذ التدابير المناسبة لمنع تكرار هذه الجرائم وهذه الاعتداءات. وما يؤسف له أن مجلس الأمن قد أخفق في أدائه وجبه في صون السلم والأمن الدوليين، ومشروع البيان الصحفي الذي طرحته روسيا لتنبيه بالعمل الوحشي قد عرقلته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. ولكن من الضروري الآن أن يتحمل نظام الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الفظائع التي يرتكبها، ولا ينبغي السماح لهذا النظام بالتهرب من المسؤولية إزاء انتهاكاته والعواقب التي تترتب على ذلك. السيد الرئيس، أعضاء المجلس المقرين، على مدى ما يقرب من 10 أشهر كانت بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة متواصلة في حماية إسرائيل من أي مسؤولية عن المذبحة التي ارتكبت في غزة والأنشطة الخبيثة في المنطقة. إن هذه البلدان لم تنكر فقط الحق الأصيل لجماعات المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن النفس ضد الفضاء الإسرائيلية، بل بررت أيضا بلا خجل المجزرة والإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بحجة الدفاع عن النفس لصالح إسرائيل. الولايات المتحدة وحلفاؤها قد حاولوا بشكل خسيس تبرير الفضاء التي ارتكبها النظام الإسرائيلي ضد الشعب فلسطين من خلال تفسيرات تعسفية واعتباطية ومضللة لمفهوم الدفاع عن النفس. وللأسف المتحدة اختارت مرة أخرى أن تغض الطرف عن الواقع وتتجاهل الأسباب الجذرية للحالة الراهنة. إن جماعات المقاومة الفلسطينية مثل حماس وغيرها من جماعات المقاومة في المنطقة ليست إرهابية، فهي مجموعات مشروعة بموجب القانون الدولي وأنشئت لمكافحة الاحتلال والاعتداء ومقاومتهما. اليوم مجلس الأمن يجب أن يدين إسرائيل بشكل لا لبس فيه إزاء أعمالها الإرهابية المروعة بوصفها انتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاك خطير لسيادة إيران وأمنها القومي. وينبغي أن تكون هذه الإدانة قوية وواضحة وأن تعكس رفض المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات للسيادة والسلامة الإقليمية. وفضلا عن ذلك ينبغي لمجلس الأمن أن يتخذ خطوات فورية لمحاسبة إسرائيل عن هذه الأعمال العدوانية، ويشمل ذلك النظر في فرض جزاءات وتدابير أخرى ضرورية لمنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتأشير أن هذه الأنشطة الخبيثة لن يتهاون معها المجتمع الدولي. وينبغي أيضا أن يطالب المجلس الإسرائيلي أن توقف فورا جميع الأعمال العدوانية ضد الأراضي الفلسطينية والأمم الأخرى في المنطقة. وينبغي أن يصاحب هذا الطلب دعوة إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وأراضي لبنان والجولان
السوري المحتل وفقا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة. وأخيرا تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي، وفي الرد بحزم على هذا العمل الإرهابي والإجرامي عندما ترى ذلك ضروريا ومناسبا. تؤكد جمهورية إيران الإسلامية من جديد التزامها بإعمال القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ونعتقد أن السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا باحترام هذه المبادئ. أشكركم. أشكر جمهورية إيران الإسلامية على هذا البيان. أعطي كلمة الآن لممثل دولة فلسطين المراقبة. Mr. President, I thank you for your swift response to Algeria's request to convene this emergency meeting to address further grave developments regarding the Palestinian situation and the situation in the Middle East. We recognize that this meeting will be held in the last day of the Russian presidency of the Council, and we renew our appreciation to your leadership for the Council in these difficult times. We also thank Undersecretary General Carlo. من العام ذكرلو على إحاطتها. السيد الرئيس، لقد انقضت 300 يوم منذ إطلاق إسرائيل لحرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحرب قد انتهكت بشكل صارخ كل مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وحرب قد انتهكت بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة، في ذلك المبدأ الأساسي المتمثل في السيادة الإقليمية السلامة الإقليمية والسيادة الدول، وهي حرب تهدد السلم والأمن الدوليين. ولكن إسرائيل يسمح لها بأن تشن هذه الحرب في وضح النهار دون أي قيود ودون أي تبعات، وهي تقوم ذلك بشكل متعمد وبشكل متهور على الرغم من قرارات اعتمد هذا المجلس، وعلى الرغم من التدابير التحفظية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وعلى الرغم من المطالبات العالمية لوقف إطلاق النار. والمجلس لا يفي بواجبه لكي يفرض وقفا لإطلاق النار وأن يوقف هذه الوحشية. كل يوم نرى المزيد من المشاهد المرعبة والخسائر والمعاناة لشعبنا، حيث أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تذبح المدنيين الفلسطينيين وتغتال المسؤولين وتقتل العاملين في الحقل الطبي والإنساني والصحفيين، وتختطف المدنيين وتعذبهم وتغتصبهم في السجون الإسرائيلية، وتقصف المنازل الفلسطينية وتدمرها وكذلك البنى التحتية، وتهاجم مقار الأمم المتحدة في ذلك مدارس الأونروا التي يحتمي بها الملايين من النازحين المدنيين الذين يجري تجويعهم عمدا ويحرمون من الرعاية الطبية وأبسط احتياجات كرامة الإنسان وعشاتها من قبل محتل، والذي يطاردهم بلا رحمة ويؤدي إلى نزوحهم أكثر من مرة، وهم يسعون بشكل بائس ليجدوا بر الأمان، وما من بر الأمان. وهذه ليست أزمة إنسانية كارثية، بل هي أزمة وجودية. واليوم مسؤول فلسطيني آخر قد اغتيل من قبل إسرائيل، وكما أعلن الرئيس محمود عباس، القيادة الفلسطينية تدين بأشد العبارات اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني السابق ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران صباح هذا اليوم. وقد تم الإعلان عن يوم وطني للحداد في فلسطين، ونقر بالإدانات العالمية وكل من تعاطف معنا وأعرب عن تعزية. إضافة لهذا، ندين بأشد العبارات الانتهاك الإجرامي لسيادة جمهورية إيران الإسلامية وسلامتها الإقليمية، ونحن ندين تكرار انتهاك إسرائيل لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته، وكذلك بالنسبة للجمهورية العربية السورية واليمن، بما في ذلك الهجمة
الشنيعة ضد بيروت البارحة. نطالب مرة أخرى بكل إلحاح مجلس الأمن والجمعية العامة وكل الأمم التي تلتزم بالقانون وتحب السلام أن تتصرف لكي توقف هذه الأعمال العدوانية الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني وضد منطقتنا. نطالب بالمساءلة في حالة هذا الاغتيال، كما وصلنا المطالبة بالمساءلة لمقتل أكثر من 130 ألف من أطفال ونساء ورجال فلسطين على مدار 300 يوم من الرعب والجحيم في غزة وإصابة آخرين بكل وحشية، ونطالب بمساءلة إسرائيل عن كل جرائمها وسياساتها الإجرامية وممارساتها في أراضينا على مدار عقود. ونكرر أيضا المطالبة بالمساءلة لانتهاك إسرائيل لسيادة الدول في المنطقة وسلامة الإقليمية في ذلك دولة فلسطين. ميثاق الأمم المتحدة يجب أن يحترم ليس فقط من خلال الكلمات ولكن من خلال الأقوال. عدم مساءلة إسرائيل قد سمح باستمرار هذه الجرائم وأدى إلى تجرؤ المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين والقيادات العسكرية والمتطرفين من المستوطنين أو المستوطنين المتطرفين لتصعيد الجحيم الذي يطلقونه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في أراضي دولة فلسطين وفي قطاع غزة والضفة الغربية من فداك القدس الشرقية وفي المنطقة. سيد الرئيس، إن العنف والإرهاب هي العملة الوحيدة لإسرائيل، ليس قانون دولي وليس دبلوماسية ولا الوساطة ولا احترام حياة الناس. ما من خطوط حمراء لإسرائيل وتنتهي كل القوانين وتنتهي كل المعايير وكل الأعمال بالنسبة لها وحشية تمارسها في المنطقة التي تحتلها، وهم ينتهكون الرجال والنساء والأطفال وحتى الأطفال يستهدفونهم بكل مشروعات من جانبهم. وأما رئيس الوزراء وائتلافه من المتطرفين في الحكومة والقادة العسكريين يعتقدون أن جرائمهم لن تكلفهم أي شيء. هم يعتقدون أن بإمكانهم أن ينفذوا حتى إن ارتكبوا جريمة قتل حرفياً، أن ينفذوا بارتكابهم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. يعتقدون ذلك لأن هذا ممكن لحد الآن. ما من قرار نعتمد، وما من وقف إطلاق نار نحترم، وما من مطالب لحماية المدنيين والوصول للمساعدات الإنسانية قد قوبل بالموافقة، ولا الأوامر المؤقتة قد نفذت من دون أي آثار أيا كانت. كل هذا في الوقت الذي صور فيه الفلسطينيون بشكل مأساوي ويائس على الهواء مباشرة تقتيلهم ليرى ذلك العالم بأسره، معتقدين أن أحدهم سيتصرف لإنقاذ أكثر من مليوني روح مهددة في غزة. كل مناشدة للمساعدة صدرت إيماناً أن هذا العالم كان سيتصرف في ظل احترام القانون الدولي والواجبات الأخلاقية المشتركة والبشرية المشتركة، ولكن للأسف فإن هذا العدوان المقيت يتواصل وحصيلته أكثر من 40 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال وأزيد من 91 ألف مصاب بسبب هجمات قوى الاحتلال الإسرائيلية، وقرابة جميع السكان قد اجتثوا من جذورهم وشردوا ويعانون من المجاعة والمرض وصدمة ألمت بشعب برمته. وفي الوقت ذاته في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية فإن قوى الاحتلال الإسرائيلية والإرهاب الإرهابيون من المستوطنين يواصلون هجماتهم ونهبهم. قتلوا على الأقل 569 فلسطينيين بما في ذلك أطفال، وحملة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية تتواصل، إذ أحدثكم بل تتكاثف بمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتدمير الديار والممتلكات وتشييد المدنيين في الأشهر العشر المنصرمة. تواصل إسرائيل بشكل محموم أغراضها الاستيطانية وضمها لتدمير حل الدولتين إلى ما
متى، في غياب أي مساءلة، أي تعبئة وأي جزاءات، بما في ذلك وقف نقل الأسلحة والضغط على إنهاء الجرائم، فإن إسرائيل تثبت كل يوم أنها ستواصل التصرف كدولة مارقة. إن اغتيال اليوم والجرائم التي سبقته والتي ستلي في الساعات المقبلة ستثبت ذلك بما لا يدع مجالا للشك. تعلن إسرائيل عن نواياها المواصلة في تحدي للمجلس والمجتمع الدولي ككل، وهي تواصل في إطار حملة الأرض المحروقة المتمثلة في القتل والتدمير في غزة، وتكرس ضمها الاستعماري للأراضي وسياساتها الحاقدة والتمييزية ضد الفلسطينيين وتصعيدها للتوتر، وهي تحاول زعزعة استقرار المنطقة برمتها والتسبب في حرب مفتوحة في الشرق الأوسط بتداعيات خطرة لا على المنطقة فحسب وإنما خارجها أيضا. على المجتمع الدولي أن يواجه هذه الحقيقة وأن يتصرف لوقف هذه الجرائم وهذا العدوان. لا يمكن لإسرائيل أن تتذرع بأي حق لتبرير هذه الجرائم ضد البشرية. إن الحق في السلام والأمن حق جميع دول المنطقة وحق جميع مناطق العالم، هذا ليس حقا حصريا لإسرائيل. لا بل الواقع أن إسرائيل محتل غير قانوني لدولة فلسطين، وليس لإسرائيل أي حق على أراضينا أو على شعبنا. وحددت محكمة العدل الدولية ذلك بشكل قاطع في فتوى استشارية تاريخية صدرت منذ بضعة أيام في 19 من يوليو. هذا الحكم لا بد أن يحترم وأن ينفذ. ليس لإسرائيل أي حقوق سيادية ولا ليس لها أي حق في الدفاع عن نفسها في أرض تتواجد فيها بشكل غير قانوني في انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي. إن هذا الاحتلال غير القانوني بكل مظاهره يجب أن ينتهي ولا بد من أن يتحرر الشعب الفلسطيني. السيد الرئيس، إسرائيل كانت المستبد والمضطهد وقاتل الفلسطينيين على مر عقود وسبب انعدام الاستقرار في المنطقة، لابد من توقيفها. إن واجب هذا المجلس والجمعية العامة، واجب كل الدول بما في ذلك الأطراف المتعاقدة العليا في اتفاقية جنيف الرابعة، تتمثل في التصرف لإنهاء هذا الوضع غير القانوني والمقيت. أرواح ملايين المدنيين على المحك في غزة وفي باقي فلسطين المحتلة وفي المنطقة كلها. ندعو المجتمع الدولي للتصرف فورا، وهذا المجلس في المقام الأول عملا بواجبه كما نص عليه الميثاق المتمثل في صون الأمن والسلام الدوليين في هذه اللحظات الأساسية. على هذا المجلس أن يتصرف لحماية الشعب الفلسطيني ولمنع حرب إقليمية في لحظة الخطر الداهم. أمام المجتمع الدولي خيار، ليكن هذا الخيار خيار السلام والأمن. لا تترك إسرائيل تجرنا للهاوية. أشكركم السيد الرئيس وأعضاء المجلس على اهتمامكم، وأتوسل إليكم أن تتصرفوا بالنيابة عن الشعب الفلسطيني. أشكر ممثلة دولة فلسطين على بيانها، والكلمة الآن لممثل إسرائيل. Thank you, Mr. President. شكرا سيدي الرئيس. We must first stress the rank hypocrisy علينا here today. أولا أن نشدد على النفاق المبين اليوم. هذا الاجتماع دعا له راعي الإرهاب الأول في العالم، المسؤول عن أسوأ الفظائع في المنطقة وفي العالم، جمهورية إيران الإسلامية. استخدمت إيران وسطائها وكلاءها من حوثيين وحماس وحزب الله. Just last week, children were innocently playing a soccer game. محاولة ترويع الإسرائيليين منذ بضعة أيام كان الأطفال يلعبون بكل براءة في مجدل شمس
وصاروخ من صنع الإيراني قتل العشرات. أين تنديد حزب الله ومن يمدهم بالسلاح والعتاد إيران على هذه المجزرة؟ كل ما سمعناه هو إعراب عن الانشغال حيال التصعيد ودعوة الطرفين في إطار مساواة بين دولة ديمقراطية ومنظمة إرهابية ودعوتهما للتحلي بضبط النفس. إن من يتابعون ما يجري في المنطقة يجب أن يرحبوا بإزالة الإرهابيين، لا أن يدعو الطرفين للتحلي بضبط النفس. بالأمس أجرت إسرائيل ضربة دقيقة ضد فؤاد شكر قائد حزب الله، وهو كبير الإرهابيين الذين تلطخ يديه دماء الإسرائيليين، وهو مسؤول عن مجزرة مجدل شمس وقائم على هجمات من 9 أشهر ونصف بما آلاف الصواريخ ومئات المسيرات وأكثر من 1000 صاروخ مضاد للدبابات أودى بحياة عشرات الجنود الإسرائيليين وأدى بآلاف المواطنين لمغادرة ديارهم في شمال إسرائيل. نود أن نذكر هذا المجلس بمسؤولية شكر في الهجوم الذي استهدف المارينز الأمريكيين والفرنسيين في عام 83 في بيروت. هذه العملية توجه رسالة واضحة مفادها أننا سندافع عن نفسنا وسنرد بكل قوانا ضد من يستهدفوننا. إن إسرائيل لن تظل مكتوفة الأيدي، سنواصل الدفاع عن أنفسنا وعن مواطنينا. على العالم أن يدعم إسرائيل في هذه اللحظة وأن يطالب حزب الله بالامتثال بقرار مجلس 1701 من خلال الكف عن هجماته والانسحاب شمال نهر الليطاني ووضع سلاح جانبا. ونحن من جهتنا مسؤولون عن ضمان عودة الإسرائيليين السليم والآمن لديارهم، وسنواصل التصرف لحماية جميع سكان إسرائيل. ولكن حزب الله وحماس والحوثيين لا يمكنهم سوى أن يبثوا سمومهم بدعم هذه الدولة. وإن إيران قد قدمت 800 مليون دولار لحزب الله من العام الماضي بالإضافة لتكنولوجيات الصواريخ الدقيقة وذخائر مضادة للدبابات ومسيرات. هذا ما تفعله حزب هذا ما تستخدمه حزب الله ضد المدنيين الإسرائيليين. هذا ناهيك عما تقدمه إيران للجهاد الإسلامي ولحماس. هذه الأموال التي زادت على مر السنة الماضية تضيف إلى ذلك أن 50% من الأسلحة والذخائر التي صدرتها إسرائيل في قطاع غزة كانت من إنتاج إيراني. إن أفعال حماس والحوثيين وحزب الله ليست مشكلة إسرائيلية أو يهودية، إن النظام الإسلامي سيستهدف كل من يقف في وجه تحقيقه مآربه. تستخدم إيران وكلاءها لاستهداف إسرائيل حاليا، ولكن تصورها أوسع وعالمي. تخيلوا لو أن إيران حققت غايتها المتمثلة في حيازة سلاح نووي. هل أن من يلاحقون إسرائيل بينما تدافع عن شعبها؟ فإن الإيرانيين يكيدون الدسائس ضد إسرائيل وشعبها ويسرون توفير الملايين من الدولارات والأسلحة للحوثيين ليستخدموها لغايات فتاكة ضد إسرائيل ويستهدفون طرق الشحن. إن الحوثيين قد شنوا 200 هجوما ضد إسرائيل، والحقيقة أن حماس وحزب الله والحوثيين هم رأس الحربة المسمومة لإيران. أين كلمات إيران أمام هذا المجلس الانتهاكات الجسيمة كالقرار 1701 والقرار 2216؟ أين التنديد بحماس وهجومه المقيت 7 أكتوبر؟ أين التنديد بحزب الله والحوثيين على لسان القائمين على النظام الإسلامي؟ يتظاهر أعضاء المجلس بالقلق حيال التصعيد الإقليمي، ولكن عليهم أن ينظروا في الأسباب الجذرية لهذا التصعيد. لنعد للثاني من مايو 2011. الأمين العام آنذاك كان بان كي مون، وأحيا تصفية أسامة بن لادن قائلا إن هذه لحظة فارقة في كفاحنا العالمي ضد الإرهاب، وأعرب عن ارتياحه أمام هذا الخبر بأن توقفوا وتأملوا في رد الفعل هذا منذ 13 عاما وقارنوه برد فعل المجلس اليوم. تساءلوا ما هو سبب هذا التغير الجذري؟
الاستنتاج الوحيد هو أنه لما كانت إسرائيل تواجه الهمجية الإيرانية وتتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية مواطنيها فإن الأمم المتحدة متضايقة من ذلك. إن إيران راعية الإرهاب وهي محرك الخراب والدمار الذي يهدد أرواحنا. إن سفك دماء الأطفال في مجدل شمس وضحايا مجزرة 7 أكتوبر وكل الضحايا بعد إطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية ومعاناة الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ 300 يوم غدا كلها تعود لمطامع طهران. ندعو المجتمع الدولي لمحاسبة نظام إيران على أفعاله. لا يمكن أن نظل ساكتين. لذلك نطالب من هذا المجلس أن يندد بإيران ودعمها الإرهاب الإقليمي وأن يزيد من جزاءاته على طهران. علينا على هذا المجلس أيضا أن يدرج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية لأنهم يشنون هجمات في الشرق الأوسط وخارجه. أشكر ممثل إسرائيل على هذا البيان والكلمة لممثل الجمهورية العربية السورية. شكرا سيد الرئيس. أشكركم ووفدي الجزائر والصين على عقد هذه الجلسة الطارئة. سيد الرئيس، تبرز أحداث الأيام الماضية أن مجرمي الحرب في كيان الاحتلال الإسرائيلي قد قرروا المضي في اعتداءاتهم الدموية لإشعال المنطقة والزج بها في آتون حرب واسعة، مستفيدين في ذلك من الدعم الأمريكي اللامحدود على حساب السلم والأمن الدوليين وأرواح ودماء الأبرياء. لقد اقترف كيان الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام جريمة بشعة جديدة تمثلت بعدوانه الغادر على بلدة مجدل شمس السورية، مجدل شمس السورية وليس الإسرائيلية، الواقعة في الجولان السوري المحتل منذ العام 1967، مما أسفر عن استشهاد 12 طفلاً سورياً وإصابة عدد من المدنيين السوريين. لقد سعت سلطات الاحتلال لتحميل المقاومة الوطنية اللبنانية المسؤولية عن ذلك الاعتداء الآسم في محاولة فاشلة منها للتغطية على هذه الجريمة النكراء وإيجاد الذرائع لشن المزيد من أعمال العدوان على دول المنطقة. ترفض سوريا جملة وتفصيلا الأكاذيب التي تضمنتها الرسالة الموجهة مما يسمى بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 29 الجاري، وتؤكد بلادي أن الجولان العربي السوري المحتل كان ولا يزال وسيبقى أرضاً سورية، وهو الأمر الذي أكدت عليه جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 497 لعام 1981. وتشدد سوريا على أن أهلنا في الجولان السوري المحتل هم مواطنون عرب سوريون كانوا وما زالوا وسيبقون جزءاً أصيلاً من الشعب السوري، وهم متمسكون بانتمائهم لوطنهم سوريا وهويتهم الوطنية، ويرفضون الاحتلال الإسرائيلي ويتطلعون لإنهائه ولوضع حد لممارساته الإجرامية بحقهم. وهذا ما أكده مجدداً طردهم لمجرمي الحرب الإسرائيليين الذين حاولوا المتاجرة بدماء أطفالنا في مجدل شمس إثر العدوان. تؤكد سوريا مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن الجريمة النكراء التي شهدتها بلدة مجدل شمس والتي وظفتها إسرائيل لمواصلة اعتداءاتها على دول المنطقة. وتجدد بلادي التأكيد على أنه لا يحق لكيان محتل التزرع بممارسة الحق في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية. كما أنه لا يمكن لعاقل أن يصدق مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بالدفاع عن أهالي الأراضي العربية المحتلة في حين أنها ترتكب بحقهم أبشع الانتهاكات. في هذا السياق تجدد سوريا الإعراب عن رفضها وإدانتها
للتصريحات الأمريكية التي تبرر الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري بزريعة أهميته لأمن إسرائيل، وتؤكد بلادي أن حفظ السلم والأمن الدوليين يستوجب عدول الإدارات الأمريكية عن سياساتها الهدامة وتوقفها عن منع مجلس الأمن من النهوض بولايته وفقاً للميثاق. السيد الرئيس، ارتكب الكيان الصهيوني فجر اليوم جريمة جديدة وعدواناً إرهابياً في العاصمة الإيرانية طهران، أدى لاستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية. إن هذا الاغتيال يعبر عن عقلية الاحتلال ويمثل الرد الإسرائيلي على ما يسمى خطة بايدن التي تم تضمينها في قرار مجلسكم رقم 2735 المقدم من قبل الوفد الأمريكي. سبق ذلك ارتكاب كيان الاحتلال الإسرائيلي عدواناً إرهابياً آخر استهدف مساء أمس مبنىً سكنياً في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من بينهم امرأة وطفلين وإصابة عشرات المدنيين من أهالي هذا الحي المكتظ بالسكان. تدين سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها وعلى سيادة إيران ولبنان وغيرهما من دول المنطقة، وتعرب عن تضامنها الكامل مع هذه الدول الشقيقة في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات إسرائيلية آسمة. وتحذر سوريا من أن استمرار استهتار الكيان الإسرائيلي بالقوانين الدولية وعدم انصياعه لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ولدعوات الدول الأعضاء في منظمتنا لوقف مجازره قد يؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. السيد الرئيس، بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية الهستيرية على دول المنطقة، تتواصل معاناة أهلنا في قطاع غزة جراء إمعان الكيان الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية لمدة 10 أشهر، والتي لم تترك منزلاً أو مشفى أو مدرسة أو طفلاً أو امرأة أو عاملاً إنسانياً أو طاقماً طبياً أو مراسلاً إعلامياً إلا واستهدفته، بما في ذلك المئات من طواقم وموظفي وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية والصحفيين الذين ينقلون للعالم جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة. إن مجرمي الحرب الإسرائيليين ما كانوا ليمعنوا في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لولا الدعم الأمريكي اللامحدود والنفاق وازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول الغربية التي انخرطت في حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني وصمتت عن المطالبة بمساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين عن جرائمهم، لا بل فتحت لهم أبوابها وقابلتهم بالتصفيق والهتاف. ختاماً السيد الرئيس، تطالب بلاد سوريا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الأساسية في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتحرك بشكل فوري لوضع حد لها ومنع تكرارها ومساءلة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وتؤكد سوريا أن تلك الاعتداءات لن تسني شعوب المنطقة عن التمسك بخياراتها الوطنية وعن نضالها لتحرير أرضها المحتلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارات 242، 338 و 497. شكراً سيد الرئيس. أشكر ممثل الجمهورية العربية السورية على هذا البيان. سейчас я предоставляю слово. أعطي الكلمة الآن لمندوب لبنان. السيد الرئيس، نجتمع اليوم في مجلس الأمن
وذلك بعد 10 أشهر على بدء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان. وها هو اليوم يتمدد نحو عاصمتنا بيروت في رسالة دموية واضحة وصريحة، فالفاعل هو الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، والضحية هي قراركم بوقف إطلاق النار، والهدف هو جر حلفاء إسرائيل إلى حرب إقليمية تكون نتائجها كارثية على الشعوب والدول وعلى الحاضر والمستقبل. السيد الرئيس، أكدنا سابقاً كما نؤكد اليوم عدم رغبة لبنان وشعب لبنان وحكومة لبنان بالحرب، وبالتزام لبنان الكامل بالقرار 1701 بكافة مندرجاته، كما قدمنا خارطة الطريق ورؤيتنا للتوصل إلى حل يحفظ حقوق لبنان ويؤمن الاستقرار على طول حدوده الجنوبية، في مبادرة جريئة من لبنان لوقف حلقة العنف وخلق مناخ للعيش الكريم لأبنائه. لكن للأسف لم يتلقى لبنان أي جواب جدي على مقترحه، مع تقديرنا لجهود الدول الصديقة التي تعمل على حل دبلوماسي يجنب المنطقة ويلات الحرب. ولقد قرأنا دعوة المسؤولين الإسرائيليين إلى تطبيق القرار 1701، والمفارقة هنا أن تطبيقه يعني انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها، ووقف إسرائيل لخراقاتها للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، والتزامها بالحدود الدولية المرسمة سنة 1923 والمعترف بها دولياً والمؤكد عليها وفق اتفاقية الهدنة لعام 49. السيد الرئيس، يدين لبنان بأشد العبارات العدوان الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت يوم أمس، والذي نتج عنه استشهاد 7 مواطنين بينهم سيدة وطفلين وجرح 78 شخصا. يرى لبنان في هذا الاعتداء الفصل الأكثر خطورة في الصراع، حيث يشكل تصعيدا خطيرا كونه قد طال منطقة سكنية شديدة الاكتظاظ، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. وكنا قد حذرنا مراراً من نوايا إسرائيل بالتصعيد وشن هجمات على لبنان من شأنها أن تجر المنطقة بأكملها إلى حرب مفتوحة لا تحمد عقباها. كما يدين لبنان كافة الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة، وآخرها عملية الاغتيال التي حصلت في العاصمة الإيرانية طهران بعد ساعات من الهجوم على ضاحية بيروت، مما يؤكد نوايا إسرائيل العدوانية وعزمها على توسيع بقعة الصراع لتشمل الحرب المنطقة بكاملها. كما ندين الجريمة المروعة التي وقعت اليوم والتي أودت بحياة مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي في نهج عودتنا عليه إسرائيل في استهدافها للصحافيين، والذي لم يسلم منه أيضاً الصحفيين اللبنانيين، إذ استشهد 3 صحفيين لبنانيين على يد إسرائيل منذ 8 تشرين الأول. السيد الرئيس، نشاهد منذ 10 أشهر أفظع الجرائم بحق المدنيين الأبرياء، إن كان على أرض فلسطين أو على أرض لبنان، وما القرارات التي صدرت عن محكمة العدل الدولية إلا دليل إضافي على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي ووجوب إنهاء هذا الاحتلال. ولا يظنن أحد أنه من الممكن العودة إلى الهدوء والاستقرار من دون حل جدي مبني على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة. ولا يظنن أحد أن المواجهة سوف تتوقف ما دام الاحتلال قائما. لذلك الشرط الأول والأساسي لأي مبادرة أو مسعى يجب أن يكون مبني على إنهاء الاحتلال في مزارع شبعة، احتلال كفر شوبة وإخراج بلدة الماري، كما حل جميع النقاط التي تحفظ عليها لبنان على طول الخط الأزرق، ناهيك عن وقف الانتهاكات على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً. السيد الرئيس، كل المساعي مشكورة وكل المحاولات للتهدئة مقدرة،
وكل الجهود مثمنة، لكن الاستقرار يتطلب نوايا صادقة وإرادة وطنية ورجال ونساء دولة. وما نراه من سلوكيات ونهج الحكومة الإسرائيلية التي أفشلت كل محاولات التهدئة وكل الوساطات الدبلوماسية وكل المحاولات الدولية، والتي لم تنفذ أي شيء من مضمون القرارات التي صدرت عن مجلسكم الكريم، وآخرها القرار 2735، تسعى فقط لضمان استمرارية وإطالة العمر السياسي لنتنياهو. أما حادثة مجد الشمس التي أدانتها الحكومة اللبنانية في بيان واضح، وأدانت قتل المدنيين، والتي لم تتوضح بعد ظروف وملابسات حصولها، ناهيك عن أنها حصلت على أرض سورية محتلة وأصابت أشقاء سوريين، فسببها الأساسي يعود لوقوع هذه المنطقة تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ سنة 67، وعدم تنفيذ إسرائيل لكافة القرارات الدولية التي توجب عليها الانسحاب من هذه المنطقة، كما ومن كافة الأراضي العربية المحتلة. إن ادعاء إسرائيل بالسعي إلى حماية السكان الذين تحتلهم في الجولان السوري المحتل هو عرض لا أساس له من النفاق السياسي، وادعائها بالدفاع عن النفس لا أساس له بموجب القانون الدولي، لأنه يتعلق بأرض محتلة. إن النوايا الحقيقية لإسرائيل هي إطالة أمد الأعمال العدائية وتصعيدها، ولسخرية القدر قاتل عشرات الألاف من الأطفال في غزة وفي الضفة يبكي أطفال الجولان السوري المحتل، ويستغل حادث غير واضح ليوسع دائرة عدوانه في مجازفة قد تقع وقد تضع منطقة الشرق الأوسط على فوهة بركان. فحذاري من تغطيته ودعمه وتبرير مجازره، فالتاريخ لن يرحم، والحاضر مرير والمستقبل مظلم، وما سوف يبدأ في الشرق الأوسط سوف يمتد إلى العالم كله. السيد الرئيس، لبنان يؤمن بالشرعية الدولية، وككل الدول الصغيرة يبقى ميثاق الأمم المتحدة المظلة القانونية والأخلاقية التي يلجأ إليها ويحتمي بها. لكن في ظل العجز المتكرر لمجلسكم عن تنفيذ قراراته بحق إسرائيل والتي ترفض الامتثال لها، تزعزع إيماننا وأصبحنا أكثر يقيناً أن الشرعية الدولية لم تعد كافية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. من هنا وجوب أن يقوم المجلس بتعديل مقاربته وحسم أمره قبل فوات الأوان. وشكراً السيد الرئيس. أشكر مندوب لبنان الموقر على هذا البيان. إذن مشاهدينا، كنا قد تابعنا هذه الكلمات لعدد من مندوبي الدول، كان آخرهم مندوب لبنان، وقبلها تحدث مندوب إسرائيل وفلسطين وإيران. مندوب لبنان تحدث عن أن إسرائيل أبلغت لبنان وإيران عبر قنوات دبلوماسية أنها مستعدة لحرب شاملة. أيضا مندوب إيران تحدث عن حتمية الرد الإيراني كدفاع عن النفس بعد استهداف هنية في طهران. واستكمالا للكلمات، ها هو مندوب العراق. تراكمات هذا الاحتلال وسياساته العدوانية التي امتدت على مدى 75 عاما، وإنما يحصل منذ 7 أكتوبر 2023 لا ينفصل عن تراكمات الاحتلال واغتصاب الحقوق، ولم يتمكن مجلسكم الموقر والأمم المتحدة بكامل عضويتها من وضع حل جذري وشامل لها بعد هذه السنوات من الصراع وإراقة الدماء والانتهاكات وسلب الأرض وبناء المستوطنات. وخلال هذه العقود عمل المجتمع الدولي عبر جميع المسارات الدبلوماسية والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لانتهاكاته وممارساته التعسفية ضد الشعب الفلسطيني، إلا أنه بكل أسف يتجاهل هذا الكيان الغاصب ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والإنساني دون رادع أو محاسبة، بل إيجاد ذرائع باطلة تدافع عن هذه الجرائم.
السيد الرئيس سبق وأن حذر العراق شأنه شأن بقية دول العالم من خطر التصعيد وتوسعة ساحة الحرب وامتداداتها وانعكاساتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي، والذي سيزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويديم حالة التوتر فيها، إذ أن إسرائيل بسلوكها العدواني المستمر واستهتارها بالقرارات الدولية عبر ارتكاب الجرائم تسعى إلى إشعال فتيل الأزمات وتوسعة الصراع، وستدفع إلى تداعيات خطيرة في المنطقة يصعب السيطرة عليها، كما أن الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وسوريا غادرت فكرة الدفاع عن النفس كما تدعي إسرائيل رغم بطلانها شرعياً، واتخذت مسار الانتقام والإبادة الجماعية، وهذا ما نشهده اليوم من قيام قوات الاحتلال بشن الاعتداءات على سيادات الدول وأراضيها تحت هذه الذرائع الباطلة في تحد سافر لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. وأغتنم هذه المناسبة للإعراب عن إدانتنا الشديدة للاعتداءات المتكررة على أراضي الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وندين السلوك الإجرامي باتباع أساليب الاغتيالات. السيد الرئيس، نطالب مجلس الأمن ونحث الدول الأعضاء بالعمل على النهوض بمسؤوليات المجلس وممارسة مهامه في حفظ السلم والأمن الدوليين بوقف الحرب في قطاع غزة وإنقاذ الأرواح وفتح المعابر الحدودية وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية الشعب الفلسطيني، وأن يكون مجلس الأمن أكثر حزماً لردع التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية والتي تعبث باستقرار المنطقة وأمن شعوبها، ويدعو العراق إلى دعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحقيق تطلعاته في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين. شكرا جزيلا. Представителя Ирака за его заявление.